اهلا وسهلا فيكم. انا مزارع خليل قاسم من قريه باسوطه. طبعا هلا بلش موسم قطاف الرمان، موسم الرمان يعني. حاليا عم نقطف الرمان، عم نحوش رمان اللفان، عم نفرزه، عم نحوشه على مرحلتين. المرحله الاولى عم نفرز حاليا نوعي الاولى واللي هي القشره البيضاء او الخشنه، عم ناخذه على البراد، بنخزنه جوات البراد شهرين ثلاثه يعني حسب ما يشتغل السوق معنا يعني. المرحله الثانيه بنجي بنحوش النوع الثاني واللي المشخشخ فيه اللي فيه اصابه يعني، بنحوشه بناخذه على الصاب، بنفرزه كمان اللي متشقشق طبعا اللي ما بيروح على السوق ما بينباع حاليا، بنفرزه على الدبس رمان، بنحوله على الدبس رمان. والثاني بنحطه بالصابور، طبعا صابور كل الناس بيعرفوه هي مرحله بدائيه، بتتجمع وبنحط فوقه القش وبيضل تقريبا حوالي شهر. في عنا هلا الرمان صنفين، صنف اللفان حاليا عم نحوشه، وبعد منه في عنا النوع الثاني اللي هو فرنسي مثل ما شايفين البستان احمر وابيض. هلا بعد ما نخلص الابيض اللفان رح نحوش الفرنسي. طبعا المركز طبعا ايه